السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ليرن لاب. عايزين نتكلم عن الهرمونات بشكل مفصل، فلازم نتعرف الأول عن مصدر الهرمونات وهي جلاندس أو الغدد. يوجد في جسم الإنسان عدد كبير من الغدد المختلفة والتي تفرز مواد معينة ومهمة للجسم وتسمى الهرمونات، وجزء كبير من تلك الغدد تفرز الهرمونات داخل أو خارج الجسم عن طريق قنوات، لذلك تسمى بالغدد القنوية اكسوكراين جلاندس. أما البعض الآخر تفرز الهرمونات مباشرة إلى الدم بدون قنوات، ثم يحمل الدم الهرمونات إلى أعضاء الجسم ليؤدي كل هرمون وظيفته، لذلك سميت بالغدد اندوكراين جلاندس. تعال ناخد امثال عن الغدد القنويه. الغدد اللعابيه وتنقسم الى مجموعتين، غدد كبيره وهي الغده النكافيه والغده تحت الفك والغده تحت اللسان، وغدد لعابيه صغيره وتشكل حوالي من 600 ل 1000 غده صغيره موزعه في الطريق الهضمي التنفسي العلوي. عندنا نوع ثاني من الغدد القنويه وهي الغده العرقيه، هي غده تفرز العرق استجابه لارتفاع حراره الجسم من اجل المحافظه على اتزان حرارته. ومن الغدد القنويه ايضا الغده الدمعيه التي تفرز الدموع وتسمى بالكريمال جلاند او التير جلاند. البروستاتا هي غدة تناسلية ذكرية توجد اسفل البطن في الجزء السفلي من المثانة عند الرجل. تعمل البروستاتا على تكوين السائل المنوي بالاشتراك مع غدة كوبر ومده بالمواد المغذية للحيوانات المنوية لتزودهم بالطاقة اللازمة للحركة وتمكينهم من الاخصاء. البنكرياس هو غدة كبيرة تقع خلف المعدة، وهو يفرز العصارات الهضمية الى الامعاء الدقيقة عبر انبوب يعرف باسم قناة البنكرياس. نوع آخر من الغدد اسمه الغدد الدهنية، هي غدد متناهية الصغر توجد في بشرة الإنسان، تكثر بخاصة في فروة الرأس والجبين والذقن، وتفرز مادة دهنية تعمل على تطريف الجلد والشعر والأنف والأذن الخارجية. هنلاقي عندنا كتير من الغدد القنوية الأخرى مثل الغدة الليمفاوية والغدة الثدييه والغدة المخاطية والغدة المهبلية. تعال نتعرف عن النوع الثاني من الغدد وهي الغدد الصماء. وزي ما عرفنا انها سميت صماء لان ليس لها قنوات، فبتفرز الهرمونات مباشرة الى الدم، وهذه الغدد منتشرة في جميع انحاء الجسم. نبدأ باهم غدة وهي البيتيوتري جلاند او الغدة النخامية. هي غدة تقع في تجويف عظمي في جمجمة الانسان اسفل الدماغ، لها ثلاث فصوص، الفص الامامي والفص الخلفي والفص الاوسط. يقوم الفص الامامي والاوسط المعروفان بالجزء الغدي بافراز هرمونات بعينها مثل هرمون ACTH وهو هرمون منشط لقشرة الكظرية، والجروس هرمون وهو مسؤول عن تكاثر الخلايا والنمو، والMSH وهو هرمون محفز لصبغة الميلانين المسؤول عن لون الجلد، والTSH وهو منشط للغدة الدرقية، وهرمون الFSH والLH وهي هرمونات تدخل في تحفيز المبيض عند النساء والخصي عند الذكور، وهرمون البرولاكتين وهو هرمون محفز لإدرار اللبن. بينما الفص الخلفي فهو يفرز هرمون الأكسيتوسين المسؤول عن زيادة انكماش الرحم أثناء الولادة ويحفز طرد الحليب في مجرى الثدي، وهرمون ADH مضاد لإدرار البول. الجلاند هي مسؤولة عن الحالة النفسية المتغيرة عند الإنسان ومسؤولة عن تنظيم الوقت وعن الحالة الجنسية. الغدة الدرقية موجودة في الرقبة أمام القصبة الهوائية، وهي تشبه في شكلها الفراشة التي تفرد جناحيها وتتكون من فصين. وظيفة الغدة الدرقية هي إفراز هرمون الثيرويد، وهي على نوعين، T4 ويعتبر الهرمون الرئيسي من ناحية كميته وضروري لعملية الأيض والنمو، والT3 هو الهرمون الفعال في الأنسجة ويؤثر على العديد من العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان. الغدة الجار درقية باراثيرويد جلاندس هي أربع غدد صماء صغيرة بيضاوية تقع على السطح الخلفي للغدة الدرقية. تفرز الغدة الدرقية هرمون الباراس هرمون الذي يساعد في تنشيط تفتيت مخزون الكالسيوم في العظام وإضافة كالسيوم أيونايز والفوسفات إلى الدم، تنشيط إعادة امتصاص الكالسيوم من الرشح في الكلية، تنشيط طرح أيونات الفوسفات في البول لمنع ارتفاع تركيزه في الدم، تنشيط تكوين فيتامين د في الكلية الذي يحفز على امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الأمعاء. وسوف نتحدث بإذن الله في سكريبت آخر عن فيتامين د بالتفصيل. سيوماس تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب، تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر في الضمور طوال سن المراهقة لأن حجمها يتناقص عندما تبدأ الغدة التناسلية بالنضج والإفراز. تفرز هذه الغدة هرمون سيموسين ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا الليمفاوية. الغدة الكظرية وهما غدتين كل واحدة موضوعة فوق إحدى الكليتين، وظيفة الغدة الكظرية الأساسية هي إفراز الهرمونات عند الاستجابة للتوتر، وده عن طريق تصنيع الكورتيزون أو الأدرينالين. البنكرياس أحد أهم الغدد الموجودة في جسم الإنسان ولها دور مزدوج، تعمل كغدة قنوية تقوم بإفراز العصارات البنكرياسية المحتوية على إنزيمات هاضمة، وتعمل كغدة صماء بحيث تقوم على إفراز عدد من الهرمونات أهمها الأنسولين. نيجي لآخر حاجة في موضوعنا وهي الغدد التناسلية، وهي في الذكور الخصية حيث تقوم بإنتاج الحيوانات المنوية، بينما الغدد التناسلية في الإناث هي المبيضان وتقوم بإنتاج البويضات
ويتم التحكم في الغدة التناسلية هرمونيا من خلال هرمونين LH و FSH الذي يفرز عن طريق الغدة النخامية. وبكده يبقى خدنا فكرة عن أهم الغدد في جسم الإنسان، بحيث نبدأ بإذن الله في سلسلة الهرمونات ونشرح أهم الهرمونات بالتفصيل. استنونا في الفيديو القادم وما تنسوش التعليقات ولو في أي ملاحظات. شكرا على المشاهدة. إعداد وتقديم مصطفى ربيع.